والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أرحب بالسيد الأستاذ الدكتور عبير براق القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما إني أرحب بالأستاذ الثاني الأستاذ الدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. أهلا ومرحبا بجميع السادة الحضور الأساتذة الأفاضل والطلبة الكرام. الحضور الكريم، أتحدث معكم اليوم باسمي واسم جمعية الإي دي إس إيسير إيجيبشن أسوشيشن أوف تلفزيون كرائد لهذه الجمعية. ونحن هنا لتقديم مؤتمر علمي طلابي ذو محتوى متميز نشهده كليتنا الحبيبة لأول مرة، آمنين من الله أن يوفقنا ويكتب لنا السداد في كل خطوة نخطوها حتى نصل معكم لذروة ما نطمح إليه. فاليوم هو يومكم أنتم ويوم كل من تطوع معنا يفيد ويستفيد. العلم ليس مرهونا بفئة عمرية، والإنسان يعيش طوال عمره يتعلم ويعلم ويرشد غيره عن خطأ قبل الصواب، وكما قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لهذا فأنت لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون بالعلم عالما حتى تكون به عالما. نتمنى في مؤتمرنا اليوم أن يسعد كل من تقدم وأعطى لنفسه فرصة جديدة فيزودنا بعلمه ويستزيد من علمنا. لكم مني كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.